نيكي ميناج أو كما تسمى أونيكا تانيا ماراج. ولدت في 8 ديسمبر من العام 1982، وهي مغنية أمريكية من أصل إفريقي هندي من ترينيداد. والدها روبرت ماراج وهو مدير تنفيذي في مجال المالي ومغني بدوام جزئي. والدتها كارول ماراج وهي أيضا مغنية إنجيلية ذات أصول إفريقية. وكان والدها مدمن للكحول، وفي يوم حاول قتل والدتها إلى عمر 5 سنوات. عاشت نيكي ميناج مع جدتها، بعد ذلك سافرت مع والدتها من ترينيداد إلى نيويورك. ظهر شغفها بالموسيقى والاستماع لها في عمر مبكر، ففي المدرسة المتوسطة عزفت نيكي على الكلارينيت مع فرقة المدرسة، فيما بعد حصلت على القبول للدخول إلى ثانوية لا جارديا وهي مدرسة مختصة بالفنون. بدأت مهنتها الغنائية في غناء الراب ضمن الفرقة الرباعية The Hood Stars، والتي كانت تضم 7 Up ولو ستار وسكاف بريزي. في عام 2004 قامت الفرقة بتسجيل أغنية Don't Mess With التي مثلت مشاركة في الألبوم المنوع الخاص ببطولة العالم للمصارعة الحرة WWE. بعد أن لفتت انتباه مغني راب ليل وين، قام بتوقيع عقد مع شركة تسجيله الخاصة Young Bunny Entertainment في آب أغسطس عام 2009. وفي تشرين الثاني من نفس العام ظهرت كعنصر مميز في مشاركتها إلى جانب بعض المغنيين في أغانيهم الخاصة مثل ماريا كاري وروبن ثيك. سريعا ما اشتهرت مع ألبومها الرسمي Pink Friday، وسرعان ما حقق نجاحا تجاريا وتصدر طليعة قائمة الألبومات في الولايات المتحدة الأمريكية. شكلت نيكي ميناج صورة محببة بين العديد من المراهقين والمراهقات، كما عرفت باسم المرأة باربي بسبب تميزها بألوانها الجميلة والغريبة والمبهجة، ولقبت أيضا براب كوين. في عام 2013 اختيرت نيكي ميناج لتكون أحد لجنة الحكام في برنامج American Idol. وفي عام 2014 مثلت في فيلم المرأة الأخرى، وأطلقت ثالث ألبوم لها بعنوان The Pink Print الذي حاز على المرتبة الثانية في بيلبورد Hot 200. ومنذ عام 2010 وإلى الآن حققت نيكي ميناج ما يقارب الـ 52 مليون دولار، وحازت على أكثر من 141 جائزة. دخلت نيكي ميناج في عدة علاقات مع مغنيين، لكن هناك علاقات لها غير رسمية ولم يتم التأكيد ما إذا كانت حقيقة أم إشاعة، مثل علاقتها بمغني راب الشهير إمينيم والمغني دريك. ولكنها دخلت في علاقات رسمية تم الإعلان عنها من قبلهم، مثل علاقتها بمغني راب ناس التي لم تنجح، وعلاقتها بالمغني ميك ميل، وأيضا علاقتها بالمغني سافاري سامويلز الذي استمر مع نيكي لاثني عشر عاما وانتهت بالانفصال. وحاليا هي في علاقة مع كينيث بيتي. أصدرت نيكي ميناج مؤخرا ألبوم كوين في عام 2018 في مهرجان ريد كاربت. ومؤخرا أيضا أثار الإعلان عن مشاركة مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج في مهرجان موسيقي في المملكة العربية السعودية في 18 يوليو من هذا العام، جدلا وحيرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية التعامل مع ملابسها الكاشفة وكلماتها الجريئة في المملكة المحافظة. ويرى البعض أن هذا الحفل أحدث دليل على تخفيف القيود المفروضة على الترفيه في المملكة، ويمثل تشجيعا لنمو قطاع الفنون.